إنه من أهل الجنة. جادت واحد سجل ماسة، ياك سجل ماسة ديرها مدينة كاينة في الصحراء ياك، بتمور وافرة ناضجة مختلفة الألوان. يعني هاد سجل ماسة يعني وجدات، يعني عطات واحد تمور ناضجة مختلفة الألوان، وتسابق أهل اليسار لإخراج حظ السائل والمحروم ياك. تسابق أهل اليسار لإخراج حظ السائل والمحروم ياك. اليسار يعني أصحاب الغنى والثروة، يعني عندهم فلوس. هاد أهل اليسار ملي خرجوا دوك، ملي جناو داك التمار دوك التمور ديالهم إلى آخره، شنو داروا؟ خرجوا منا حظ السائل والمحروم، يعني خرجوا منا الزكاة الحمد لله، قبل أن يملأوا القفافة ياك، ويرسلوها مع قافلة الحاج المكي. يعني خاصهم يحيدوا بالزربق، يحيدوا عليهم ديك الزاك حيت غتبقى لاصقه فيهم ياك، خاصهم يتخلصوا منها، يعطيوها للفقراء الى اخره، وغيبقى داكشي ديالهم هما ياك. اذا حيت لحقاش اي حاجه نتجديها الا وتتسالك الفقير واحد الحظ في ديك السلعه ديالك فهمتي ولا لا. اذا خاصك تخرج عشار ولا تخرج داكشي اللي مفروض عليك. إذن هاد الناس هادو تيتسابقوا باش يخرجوا هاد النصيب ديال الفقراء اللي مفروض عليهم، وغيبقى تابع عليه وما خرجوش غيبقاو يتحاسبوا عليه. إذن شنو غيخلصوا راسهم من هاد الجزء هذا؟ علاش؟ باش يعمروا القفاف بالزربه مع، علاش؟ حيت القافله ديال الحاج المكي غادا تتحرك فهمتي. إذن ويرسلوها مع، يعني قبل ان يملأوا القفاف ويرسلوا مع قافله الحاج المكي التي اعتادت أن تحمل كل سنة خيرات الصحراء. يعني معروفة كل عام تتخرج الخيرات ديال الصحراء، دي تجمع يعني التمور من تمرين وحنائين ووردين يابسين وغيرها إلى فاس وتلمسان ياك. وصارت القافلة تطوي الأرض طيا، تخفضها خافضة وترفع ورافعة، والحاج المكي في صدرها. صارت القافلة تطوي الأرض، يعني أن القافلة قلعات وبدأت غادة تطوي في الأرض فهمتي ولا لا. يعني ديك المسافات غادي تطوي فيها، وكأن هذيك الأرض يعني على ديك، كأن ديك الطريقة شنو هي تطوي الأرض، يعني بحال غادي تتجمع في الأرض فهمتي ولا لا. حيت ملي تكون غادي تتحرك تكون باقي لك واحد المسافة، تتحرك عاوتاني تكون باقي لك مسافة أخرى، إذا أنت غادي تطوي في الأرض ياك، تتجمع فيها انت غادي كتجمع الطريق. اذا تخفضها خافضه وترفع رافعه، ملي تيجيو فواد اما تهبطوا، اذا هي تخفضات تتوصل عاد تنحط طلعه تطلع، تتوصل الهبطه تتهبط. اذا تخفضها خافضه وترفع رافعه. والحاج المكي مالو، والحاج المكي مالو في صدري، في صدرها يعني في صدر القافله، فهو امام الصلاه اول حاجه، هو اللي قلت يصلي بهم، وهو المفتي، هو اللي تيفتي ليهم، وهو الحاكم يعني السيد متمكن في الدين فهمتي، وهو الحاكم وهو الامين يعني دايرين فيه الثقه، وهو القائد الخبير بمواطن الامن والخوف، يعني هو اللي عارف البلايص اللي خاصك تخاف منها، فيها الدياب، فيها الشفاره او شي حاجه بحال هكا، تيقول لي مردوا بالكم هنا البلاصه اللي مامنه، تيقول لي ما البلاصه ما تخافوش فيها فهمتي، يعني هذيك الاراضي غادي وتيطوي فيها. وعلى ابواب فاس حطت القافله اثقالها، يعني من وصلوا للدخله ديال فاس القافلة حطت الأثقال ديالها، وسرحت دوابها للرعي. طلقات الدواب ديالهم حيت ضربوا مسافة وعياو وجاعوا ياك، خاصهم يرعاو ياك للرعي. طلقات يعني الدواب ديالها للرعي والراحة. ولم تمر ساعات، يعني دازت غير شي لحظات ساعات قلال، حتى كان الحاج المكي ورفقاؤه ياك أمام التجار والزبناء الذين كانوا ينتظرون القافلة ويستطلعون أخبارها من كل رائح وغاد. يعني هذوك الناس اللي فاس من التجار ومن الزبناء كانوا تيتسناو القافله، وكانوا تيسولوا عليها، اللي غادي تيسولوه واللي ما جيت يسولوه فهمتي. لم تغرب شمس ذلك اليوم حتى تمت عده صفقات، يعني ما جات تكمل، ما جاي يكمل النهار وتغرب الشمس، حتى يعني عقدوا الصفقات ديالهم مع الناس، اللي شرى شرى واللي باع باع ياك. وتسلم تجار المدينه بضاعات الصحراء، يعني دوك الناس كلهم شراو السلعه بعدما بدلوا من النقود كل بيضاء وصفراء.
يعني بعد ما نفدو يعني دوك الفلوس كاع اللي جمعوها باش يشري دوك السلع كلها طلقوها فهمتي؟ كلها طبوها يعني اللي البيضاء والصفراء يعني الرخيصه يعني دات دوك النقود اللي غالية النقود اللي عندها القيمة كبيرة والنقود اللي عندها قيمة صغيرة فهمتي؟ يعني كاع اللي عندو شي بياسة طلقها. كان الحاج المكي آمنا وشاهدا في كل صفقة هو اللي حاضر غتباع هاد المجموعة ديال التمور تيحضر ليها تتجي المجموعة أخرى ديال فلان تيحضر ليها فهمتي؟ يعني في كل صفقة إلا هو حاضر يعد النقود ويحوزها ويسجل ذلك كله في كراسات خاصة فلان هذه ديال فلان تبيع تيقيد فلان أشحال عنده هذه ديال فلان تيحسب مع مواليها وتيبيع لهم السلعة ديالو وتيقيد شحال عنده فهمتي؟ وفي الغد أصبح الحاج المكي متحررا من تكاليف القافلة وبضاعتها يعني الغد صافي راه هو تهنى مع راسو كل شيء باع داكشي فنزل إلى المدينة ليجدد عهده بالأسواق والمساجد باش يشوف المدينة أشنو اللي تزاد فيها وشنو اللي ينقص فهمتي؟ أول حاجة غيشوف غيشوف الأسواق يشوف المساجد وبالأقارب والأصدقاء الناس اللي عرف ياك من قبل خاصو يطلع عليهم وأخذ معه سرة النقود وكراسة الحساب خوفا عليها من الضياع يعني بطبيعة الحال غيدي مع ديك السرة ديال الفلوس وديك بطبيعة الحال كل واحد شنو عنده في ديك السرة حيت الناس راسلين معاه باش يبيع عليهم البضاعة ديالهم وخاصو يدي لهم الفلوس ديالهم ياك إذن باش هو خايف عليها من الضياع بطبيعة الحال هي والكراسة غيديرها معاه وأسرع إلى الحمام ثم إلى المسجد ثم إلى الأسواق ثم إلى دار أحد أصدقائه يعني مشى للحمام مشى للمسجد مشى شاف السواق كيفاش دايرين او مشى عند صاحبو وعلى عتبه الدار تذكر السرق يلا وصل عند صاحبو او ويتفكر السرق فين درتها ياك اين نسيها اين اضعها لقد حملها معه خوفا عليه من اللصوص من اللصوص وفيها كل ماله ومال الناس يعني فيها الفلوس ديالو هو الفلوس ديال الناس رباه ماذا دهاني يعني يا ربي أشنو اللي خلاني نغفل على الغلي رباه ماذا دهاني كيف أنجو كيف أعتذر من يصدقوني فهمتي يعني إنسان معروف بالصدق ومعروف بالأمانة وما بغاش يتمس في القضية كاين شي ناس يقول لك واش غندير لهم أنا هاد الناس اش غندير لهم أنا ما عندي من ندير لهم فهمتي تيقول لك لا ضاعت أنا درت مجهودي أنا ما والدنيا هانية وعدو فهمتي لا يعني الحاج المكي بالعكس تيلوم راسو هنا فهمتي وهذا الشيء ما يعني ضروري خاصو يشوف يلقى شي حل لان الناس عاطينو الفلوس ديالهم وبعد ساعات ترام الخبر المشؤوم الى الرفاق يعني ترام الخبر يعني وصلهم الخبر فهمتي لان هذوك كده شكون هما الرفاق اللي جاوا معهم من الصحراء ضاربين ديك المسافه كلها وفي الاخر غيرجعوا خاوين الوفاض ياك فأسرعوا إلى الحاج المكي بشو يتجروا عنده وقد صعقوا يعني بحال ضربهم الضوء هو عقدات الصدمة ألسنتهم ياك وأيديهم يعني بحال تجمدوا حتى الألسنة ديالهم قدروش يسولوا وانهدت في خيالهم صروح الأمل التي كانوا يشيدونها كل واحد كان دير في الخيال ديالهم اللي غنرجع بهاد الفلوس غندير فهمتي لاخر تا هو غندير يعني هاد الأمل اللي كانوا تيبنوا في دماغاتهم انهدت يعني شن هدت بحال طاحت بحال رابت فهمتي بحال كانهم كانوا مشيدين في العقول ديالهم كل واحد اللي تيقول لك انا غنبني هاد المحل هذا تيقول لك غنزيد نطلع الدار هذا فهمتي اذا هادشي بحال تهدم طبيعة الحال لان الفلوس ما بقاتش ياك لا اثر عليها وسيرجعون الى بلادهم يجرون ديول الخيبه والخسران يعني غيرجعوا للبلادات ديالهم وما عندهم تريال يعني بحال ضارب تمر على والو اذا بحال غير رجعوا خاسرين فهمتي الناس غيبقاو يعيبوا عليهم ومرت ايام ياك ومرت ايام استسلم فيها الجميع لقضاء الله بعدما بحثوا عن السراق بدون جدوى يعني دازت ايام وكل شيء قال هذا قضاء الله فهمتي يعني بقى فيهم الحال وطبيعه الحال تجرعوا هاد الالم ياك وعزموا على الرجوع قبل ان تنهمر امطار الخريف يعني انهم قالوا صافي غنرجعوا الامطار ديال الخريف راه قريبه تبدا يلا رجعوا بحالنا ياك وعلى باب المسجد والناس ينصرفون من صلاه الجمعه يعني على باب المسجد وكان داك النهار الجمعه والناس صلوا الجمعه وغيخرجوا بحالهم اشنو غيوقع اجتمع المره حول مناد يصيح يعني الناس كلهم قشقجوا ياك تجمعوا على واحد السيد تيعيط ياك اجتمع المره حول مناد يصيح
أولاد الحلال من ضاعت له أمانة منكم فليصفها لي ليأخذها. يطليهم شكون اللي ضاعت منه أمانة؟ أي واحد غيجي يقول له أنا ضاعت لي أمانة ياك؟ لا يقول لك يدير لا قال لهم يا أولاد الحلال من ضاعت له أمانة منكم فليصفها ليأخذها، يعني وصفها باش يأخذها، ما وصفهاش سيرة ما يأخذهاش. ومن بدل أو غير فالله يحاسبه، يعني خاصو يردعهم باش شي واحد دور ليه شي حاجة في نفسه ويقول له أنا مولا ديك الأمانة. قال لهم ومن بدل أو غير فالله فالله يحاسبه، غيجي يقول له أنا راه ضاعت ليا، غيقول له كي دايره السره يقول له حمراء، يقول له هذا راه زرقاء، لا حقا راه زرقاء، وغيدخل معاه في جدال. يا باش تعرف انت فهمتي، تقول لك هو راه حمراء، تقول له لا هذه اللي عندي انا السره زرقاء، عندك الصح راه زرقاء هذيك كدير لي ها هو باش ياك. اذا انت غتولي في مشاكل، خاصو يذكرهم بان الله سبحانه وتعالى راه غيحاسبه ياك. إن فلت الحاج المكي من الناس كالسهم، يعني الحاج المكي طلق من وسط دوك الناس بحال شي سهم، بحال طلقتي شي سهم اللي مشى بواحد السرعه، ووقف امام الرجل واعطاه الوصف الكافي. يعني داك السيد اللي قال لي ما ولاد الحلال جا عنده الحاج المكي وقال له ها الوصف ديال السره وها كيفاش عامله. فما كان من الرجل الا ان كشف عن السره وقال لي ها هي، وقد كانت تحت جلبابه وقال، يعني كان خاشيه تحت الجلابه ديالو ياك، هو يقول له خذ امانتك فوالله ما عرفت ما فيها، يعني هو شاف غير الوصف اللي برا، الداخل ديالها راه ما عارف اشنو كاين. ومنذ وجدتها في باب الحمام وانا ابحث عن صاحبها، يعني راه وقع في باب الحمام، يعني الحاج المكي طيحها عند الباب ديال الحمام في الدخله الاولى. فلم يتمالك الحاج المكي وقد راى ضالته، يعني الحاج المكي ما عقلش على راسه، فلم يتمالك الحاج المكي وقد راى ضالته، يعني لقى الضاله ديالو هي البغيه ديالو، الضاله هي بغيته، هذيك الحاجه اللي كان يقلب عليها اللي كانت شاطمه تتسمى الضاله ياك. وقد راى ضالته ان يعانق الرجل ويقول، يعني ما عقلش على راسه حتى لقى راسه معنق الراجل وقال لي واحد الكلام. اش قال له؟ امراتي طالق ثلاثه ان لم تكن انت من اهل الجنه. قال له المرأة ديالي مطلقة طلاق ثلاث. شنو طلاق ثلاث؟ تتعرف بأن في الإسلام كاين الطلاق أنواع، هادشي راه غتعرفوه من بعد، منها طلاق ثلاث. طلاق ثلاث أنك تطلق المرة الأولى وتطلق المرة الثانية، الثالثة ما عندكش الحق ترجعها وكاين شي شروط صعيبة، فهمتي؟ كاين شي واحد تيقول للمرأة ديالو أنت طالق طلاق ثلاث من الأول تيجملها، يعني كأنه مر من هذه المراحل اللي ذكرنا، كأنه طلق المرة الأولى وطلق المرة الثانية وما بقاش تتحليه، فهمتي؟ حتى توقع ديك الشروط أن يتزوج واحد أخر ويطلقها. مهم، إذا اش قال له هذا السيد؟ قال له المرة ديالي طالقة طلاق ثلاث، بأنك حتى أنت من أهل الجنة، أنت من أهل الجنة، يعني بغى يبين له بأن أنت راك راجل من أهل الجنة، مادام فيك هذه المواصفات وشديتي هاد السرة وما طمعتيش فيها وقلبتي على مولاها هاد المدة كلها، ما شفتيش شنو في الداخل ديالها. إذا ما شفتيش حتى شنو في الداخل ديالها، إذا أنت من أهل الجنة. في العوض اللي يقولوا والله أنت من أهل الجنة، قال له مرتي طالقة طلاق ثلاث. أش قال؟ يعني قال شي بحال شي حاجة ملموسة، بغى يعطي يبين له بأنه راه صادق. لكن داك السيد شنو؟ قال له واش تقول لي هاد الهضرة؟ باش عرفتيني أنا من أهل الجنة؟ يعني تشي واحد ما تعرف هادشي، الله اللي تعرف الناس من اهل الجنه، شكون اللي من اهل الجنه وشكون اللي من اهل الجنه، ياك ولا لا؟ قال ليه، لكن الرجل الامين اخذ بتلابيب الرجل بتلابيب الحاج المكي وقال، الرجل شنق على الحاج المكي ياك من الجلابه ديالو وقال له هادشي عظيم، هذا عظيم. في الحقيقه لو كان شي واحد اخر شنق عليه، شنق عليه، قال كيفاش تقول هاد الهضره باش عرفتي انا من اهل الجنه، فهمتي؟ كون كان شي واحد اخر بالعكس غتعجبو، غيقول قال عليا قدام الناس زوينه هذه والناس غيبداو يثقوا فيا انا دابا، فهمتي؟ لا قال له ما تقولش هذه الهضره باش عرفتي انا ماهل الجنه، فهمتي؟ واش نق عليه؟ قال له هذا عظيم. قال لي كيف تحلف بالطلاق على انني ماهل الجنه ولا يعلم الغيب الا الله؟ لا بد من حكم الشريعه في هذا، فانطلق معي الى دار القضاء، الى دار القاضي ياك، يعني يلا معايا العد القاضي هو اللي غيقول لنا في هذه النازله. غير ان الحاج المكي افحمه حين قال، شنو افحمه؟
افهمه يعني جاب عليه الدليل مش هاد الهضره قلتها غير باش نجامل كل شي حاجه. والله سيدي انت من اهل الجنه. شو الاخر تيقول انا مش من اهل الجنه؟ والاخر تيقول لي حنا عندنا اليوم الناس تيقولوا حنا من اهل الجنه ومش من اهل الجنه. فهمتي؟ واحد اللي قلتي لي انت مش من اهل الجنه يطلع له الدم. فهمتي؟ كيفاش انا من اهل الجنه؟ ضامن راسي من اهل الجنه. تيقول لك انا ضامن راسي من اهل الجنه. شي كتعرف الغيب؟ ايه ولا عارف. وخاصو على الاشاعه، خاصو هو غير يقولوا عليه الناس وصافي. فهمتي؟ هو اللي تيهمو، ما تيهموش واش بصح من اهل الجنه. فهمتي شنو؟ هذا لا، هذا السيد هذا راه بالعكس، هذا ما تيهموش اقوال الناس. هذا السيد اللي دار الحاج المكي بحالكم، اللي تيهمو هو بينه وبين الله. فهمتي ولا لا؟ تيفكر هو لهيه، هو مبرزطاه واش هو غيكون من اهل الجنه ولا لا؟ هذا هي اللي مبرزطاه بصح، واش غيكون ذاك النهار ولا لا؟ حيت غيعرف راسو غيموت. واش هذه لا؟ كاين بعض الناس تيشوفوا الموت بانه ما كايناش، وبانه واحد دونا. فهمتي؟ وبان على الاخرين اللي تيموتوا هو ما غيموتش. اذا هاد الحاج المكي اش قال له؟ قال افحمه يعني القى عليه الدليل اللي ما خلاهش فين يزيد. فهمتي ولا لا؟ قال نعم انت من اهل الجنه، الم يقول رب العزه في كتاب المبين واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. قال له قول لي عاوتاني ما كايناش. قال لي ها الله سبحانه وتعالى تقول لك لين هالنفس ديالو عن الهوى. والهوى اللي كاين لين النفس على الهوى، ومن الهوى ديال النفس شنو هو؟ الطمع. هذا تو داخل في الهوى. شنو هو الهوى ديال النفس عندنا حنا؟ هو تلعب. فهمتي؟ تبغي الكسل، تبغي النعاس، تبغي فهمتي ولا لا؟ قاعد مازال تبغي النفس، تبيع الملذات ياك، تبغي الفلوس، تبغي لان عاوتاني اش تبغي؟ تتبغي تقول يا ربي نلقى شي حاجه هاد النهار، يا ربي نلقى شي صرا ديال الفلوس. شتي؟ اذا النفس باغا هادي. اذا هاد السيد لقى الفلوس غيخصنا بحال دابا هاد السيد اللي تيقول يا ربي نلقى صرا هاد النهار، ها هو لقى صرا، غيقول الناس راه اجوت شكون ضاعت لي صرا؟ لا ما غايقولهاش، هو تيطلبها منه. اذا النفس ديالو تتبغي بحالو. قال ليه النفس ديالك انت ماشي من هاد النوع، والله تيقول على هاد النفس اللي ماشي من هاد النوع تيقول ليها بانه فان الجنه هي المأوى. فهمت ولا لا؟ واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، اللي خاف من الله ونهى النفس ديالو من هاد الشيء، يعني اللي نهى نفسه على هاد الشيء هذا، يعني راه الجنه ديال الجنه هي المأوى. ولوانيش انا مشي الجنه؟ المأوى هي السكن، المأوى هو السكن، يعني الجنه غتكون هي السكن ديالو. هاد السيد اللي تنهى نفسه على هاد الهوى وتنهي نفسه على هاد على انه يدي ديال الناس الى اخره، اشنو المآل ديالو؟ المآل ديالو غيمشي للجنة، يعني الجنة غتكون المأوى ديالو. المأوى ديالو يعني السكن ديالو، غيبقى ساكن فيها خالدين. قالوا واش الحاج المكي اش قال له؟ قالوا قول لي عاوتاني ما قالهاش الله في القرآن. شافتي هي هو يستقل داك السيد، ما بقاش غيدي عند القاضي. واحد النبذة على سجل الماس، ياك؟ قالك تأسست سجل الماس سنة 758 هجري، يعني 1341 ميلادية، قرب مدينة الريصاني بتافيلالت. ياك اشتهرت في البداية بالتمور والأعناب وصناعة الصوف قبل أن تصبح مدينة لتجارة الذهب. يعني دي حقيقية؟ مدينة بصح راه كاينة. لا أنا ورثت القصة مش حقيقية. راه تكون حقيقية. أصبحت سجل الماسة طريقة للقوافل التجارية بين المغرب وإفريقيا السوداء في الماضي، وهي مهد دولة الأشراف العلوية، وما زالت أطلال مدينة سجل الماسة باقية في إقليم قصر السوق. ياك على وادي زيز. هاد القصه قلت انت واقعيه، فمؤخرا كانوا ذكروا قصه ديال واحد السيد خدام في النظافه، ياك، تجمع الازبال، هو في غزه فلسطين، في غزه. وهاد تعرف غزه معنى الان راه عليها حصار، ياك؟ غزه عليها حصار دابا، عند الملايين ديال الناس محاصرينهم، محاصرة بإسرائيل من جهتها، وكاين هاد الناس ديال مصر دابا تاهما محاصرنا، تيخليو غير الناس ما عرفت واحد شي حاجة قليلة، قطرات من الناس تيخرجوا غير باش ملي تيشوفوا شي واحد غيموت ولا شي حاجة عاد تيخليو يخرج، والناس محصورين تما، والفلوس ما عندهمش، يعني الناس عايشين على الفقر، ولكن الناس رابطين راسهم بالله سبحانه وتعالى. فهمتي؟ هاد الناس ديال غزة اللي محاصرين، اللي حاصرهم اليهود ومحاصرهم تاع بعض الناس ديالنا حنا،
تيقولوا حنا مسلمين وما هما اللي مسلم ما غاديش يحاصر خو بحالكم. إذن اشنو وقع؟ وقعت قصه ديال واحد العامل في النظافه تصور لقى 30 مليون ايوه لقى 30 مليون وبقات يقلب على مولاها تلقاه. وهذاك السيد تيعمل في الشركه، هذاك الاخر اللي طاحت له الفلوس خدام في الشركه وكان غادي حتى شنو غيوقع له. وملي لقى داك السيد يعني كبر بيه ورحب بيه يعني فهمتي، وبغى يعطيه الفلوس قال له انا نعطيك مقابل بانك انت قلبت عليه. قال له لا ما باغيش، مع العلم بان هذاك السيد اللي في النظافه ما مخلصش ما تشحال من النهار وعايش على السلف، عم سلف من عند الناس. مول الحانوت تيسالو الكريدي ومول الحانوت الاخر يسالو الكريدي، فهمتي ولا مغرقه كريديات. علاش يتسنى؟ لعل وعسى تجي فلوس، حيت الدول تتعاون ديك غزه وعاد عاد ديك الفلوس اللي شويه تتقسم بين الناس باش يعيشوا، فهمتي؟ كاين دول عربيه مره تتعاون. يعني القصه ممكن تكون واقعه وكاين اكثر منها. كاين ناس يعني في الحقيقه تيكونوا الناس عندهم مروءات. شنو مروءه؟ يعني الناس عندهم وعي، فهمتي؟ وعندهم ثبات، وعندهم قيمه اخلاقيه. تقول لك هاد الفلوس غدوز، انت قاعد دير فلوس ما تخسرش، ايوا غتبقى فيك الحركه ديال داكشي. والله سبحانه وتعالى تيعوضك الا مشيتي تعطيه مثلا ترجعتي الامانه. يلا حيت الله تيختبرك، الدنيا راه اختبار. هذه عا وحده منها. الله لما نزل لك الفلوس، لما نزل لكش فيها الله البركه، ما تقدر تكون شي حاجه قليله وينزل لك الله فيها البركه وتقضي بها شي حوايج. وكاين اللي عنده بزاف الفلوس، كنتي شد مليون دابا جد المليون، راه كاين الناس بحالك وتبقى مسلف. وكاين الناس اللي عتي شد شي حاجه قليله ولكن عنده فيها الخير، ما تمرضلوش المراه، ما يمرضلوش الدراري، تجيش شي ضعيره يكون غادي في الطريق ما تيوقعوش للمشاكل. يعني ماشي هذيك الحسابات اللي تنحسبوا هي اللي كاينه ديما. يعني بنادم يحسب ماشي نقولوا، ولكن تحسب في الحلال، يعني تخطط. حنا ماشي نقولوا هذا الشيء، لا ضروري بنادم يخطط وكل فرانك يحطه في بلاصته، فهمتي ولا لا؟